النهارده هنعمل صدور البط مع البطاطا المهروسه. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي صدرين بط حلوين كده بجلدهم، عندي توم، عندي زعتر وروزماري، عندي للبطاطس البطاطا انا اسف المهروسه، عندي بطاطا، كريمه، زبده، توم وبصل باودر، جوزه الطيب، وطبعا شويه من الملح والفلفل. طيب هنعمل حاجتين، هنظبط الصدر بتاعنا ونديله كده شويه قطعات عشان وهو بيستوي. تاني حاجه هنجرب النهارده تكنيك لذيذ قوي مع الصدور بتاعه البط. صدور البط بيبقى فيها دهن، البط عامه فيه دهن عالي، فاحنا عايزين نستغل الدهن بتاعه يستوي فيه. فهناخد الطاسه بتاعتنا، هنشتغل والطاسه بارده، فهنحط الصدور بتاعتنا في الطاسه وهي لسه بارده، وهنرفعها على نار متوسطه وهنسيبها 10 دقائق ترندر الفات او تنزل الدهون دي، ونبتدي نسوي فيها بدل ما نحط لها زيت او زبده. على طول هاخد الصدور بتاعتي، اول عايز اقلبها كده نشوف لو في اي زيادات نشيلها، اي كده حاجه بس طلعاني من الجناب. بعد كده هقلب الصدر بتاعي وهناخده كده. خلاص احنا عايزين نقطع فيه الجلد في نفس الوقت، مش عايز اوصل للحم. فاهو خلاص لما اعمل كده هاجي العكس بقى. زي ما قلت لكم على الطاسه على طول على البارد كده، لسه ما رفعناهاش على النار. تانية وهناخد الصدر التاني اهو، وهرفع الطاسة على درجة حرارة متوسطة وهنسيبها 10-12 دقيقة قبل ما نقلب. حلو قوي، تعالوا بقى ايه نجهز مع بعض البطاطا المهروسة. بولة هنزل بالبطاطا تبقى مهروسة ولسه سخنة اهو، هنزل التوابل، هنزل بشوية من جوز الطيب، هنزل بالملح، وهنزل بالفلفل الاسود. خلاص طيب الحاجه الثانيه هنزل بالزبده، هبتدي اهرس بقى الكلام ده مع بعضه لحد ما الزبده بتاعتي تسيح. بس الزبده خلاص تسيح، والمشط عامه يحب الزبده قوي، فايه براحتنا بقى في الزبده زي ما احنا عايزين. ايه واخيرا تسيح بس خالص، مش عارف باين عندكم ولا لا في الطاسه كده. بصوا معايا عايز اوريكم، بصوا من هنا كده اهو ابتدى الدهن بتاعي بيرندر اهو، ده بقى هينزل يعمل لي طبقه من تحت يبتدي يستوي فيها البط. طيب اخر حاجه في المشط بتاعنا شويه من الكريمه اهو، ما نكترش، واحدة واحدة نزود ونشوف لو حبينا نزود تاني نعمل كده. خلصنا البطاطا بتاعتنا، نجيب طبق التقديم ناخد نعمل لها بادنج كده هننزل عليه بالصدور. بصوا على الصدور خلاص مشيت بقى الدهن، خلاص نزل معانا وابتدى يسوي الصدور بشويش كده عشان يعمل لنا الجلد بتاعه يبقى مقرمش كده وكريسبي زي ما بنعمل الكريسبي سكين سالمون بالظبط. طيب هساوي كده الفري بتاعي هو زي ما بقول لكم، ده اللي هينزل عليه في الاخر الصدور بتاعي. الصدر بتاعنا بقاله بنتكلم في 10 دقائق 12 دقيقه، عايز اوريكم بس ايه انه اخد اللون بتاعه قبل ما نتبل ونقلب. بصوا بص اللون هو ده اللي احنا عايزينه. خلاص طيب نيجي بقى قبل ما نقلب ادي ملح، كتر شويه في الملح لان الصدر زي ما انتم شايفين قطعيه تخينه جدا واحنا بنتبل ايه جنب واحد بس، هو هيخش بقى مع نفسه.
فلفل اسود وشويه من جوز الطيب. عظيم جدا. الكبد بتاعنا اهو نقلب كده ونضغط. عندي هنا بقى شويه من فصوص الثوم، اديها خبطه كده عشان بس تطلع الزيوت اللي فيها. عندي روزماري وعندي زعتر، ولو لقينا الدهن اللي نزل من البطه مش كفايه بقى للمرحله الجايه دي، شويه زبده اهو. بس بص انا اقلبه كده على جنبه شويه. ونرجع تاني اهو. زي ما بقول لكم بقى ايه، زي ما بنعمل ستيك الميه اللي بتصلي علينا، ناخد بقى الدهن بتاع البط مع الزبده مع الطعم بتاع الايه جوز ماري والثوم، نغرق كده كله يعني كده، نسندهم على بعض. بس بقى واخد لون ايه من كل حته، بس الميه اللي بتصلي كده عشان ايه، انا عايزه يفضل ماسك نفسه على الوضع ده. حلو قوي، حلو قوي. اطفي النار، تجيب الطاسه بتاعتي على جنب، وعلى نفس بقى الستوف توب، على نفس البوتاجاز كده في الحته اللي لسه سخنه دي، هحط الطنيه دي اهي كده عشان مش عايز الايه الصدور بتاعتي تبرد قوي. هنزل للصدور بتاعتي. طيب الفكره بقى في البط انه ايه، بيحتاج يرتاح شويه حلوين، يعني على الاقل على الاقل 8 ل 10 دقائق يرتاح فيهم البط. خلاص نعمل كده، هنسيبه كده ياخد وقت. زي ما قلت لكم تقعد على الاقل من 8 ل 10 دقائق ترتاح الصدور بتاعتنا بتاعت البط. قبل ما اقطعها هاخد شويه من بقدونس، هنزل على البري بتاعنا كده نص كده، بس تدينا لون ولما تتقلب فيها شويه طعم. اجيب الصدور بتاعتي ونبتدي ناخد الشرايح بتاعتنا. الله على اللون، بصوا اللون، بصوا اللون عامل ازاي، هو ده الميديوم بتاعنا. ناخد الصدر